السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض مبادئ التدريب الرياضي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات عن أول مبدأ من مبادئ التدريب الرياضي وهو التكيف. تاني مبدأ النهاردة معانا إن شاء الله اللي هو الاستعداد، استعداد اللاعب للحمل الرياضي. الاستفادة من التدريب الرياضي بتعتمد على من الحاجات اللي بتعتمد عليها مدى استعداد اللاعب لتلقي الحمل التدريبي او التدريب الرياضي بشكل عام. في بعض العوامل اللي هي بتأثر على استعداد اللاعب ملائمته للحمل المقدم له. اول عامل من العوامل المؤثرة في مدى استعداد اللاعب اللي هو مدى تطور اجهزة الجسم الوظيفية. انا قلت الكلمة الاجهزة الوظيفية دي كذا مرة. الاجهزة الوظيفية دي اللي هي زي الرئة، القلب، الجهاز الدوري التنفسي، الجهاز العصبي، اللي هي الحاجات اللي داخل الجسم، الجهاز الهضمي، دي الاجهزة الوظيفية. ماشي. مدى تطور ونمو اجهزة الجسم الوظيفية ده بيأثر على استعداد اللاعب للحمل المقدم له. تاني حاجة بتأثر على استعداد اللاعب للحمل المقدم لها، مثلا هنقول أجزاء الجسم، يعني مدى نمو وتطور أجزاء الجسم. يعني مثلا ما يجيش مثلا ولد عنده 12 سنة ولا 14 سنة وأقول له خد ارمي هاد ده قوس 36 رطل أو 38 رطل أو 30 رطل أو حتى 26 رطل. ماشي. أو كده يعني هو عضلاته مش كاملة بالقدر الكافي ان هي تسحب القوة بتاعت القوس دي. تالت حاجة بتأثر على استعداد اللاعب للحمل المقدم له اللي هي الحالة التدريبية، مستوى التدريبي. هو دلوقتي مبتدئ في مرحلة متوسطة، في مرحلة متقدمة. انا ما ينفعش اجيب له مثلا برامج تدريبية بتاعت حد مرحلة متقدمة واقدمها له هو لسه مبتدئ، فهو مش هيبقى مستعد لانه يتلقى الحمل التدريبي ده، لانه هو حمل تدريبي غير مناسب لمستواه التدريبي. ما جيش مثلا واحد عمره التدريبي 6 سنوات او 8 سنوات بعمل له برامج معينه واجي اخدها اطبقها على واحد عمره التدريبي يعني من متى بدا يتمرن، يعني عمره التدريبي سنه. اخر حاجه نوع الجنس بتاثر على مدى استعداد اللاعب. طبعا بيفرق التدريبات المخصصه للرجال عن التدريبات المخصصه للنساء. لو جبنا واحد اتنين بيتساووا في نفس العوامل كلهم، يعني لو ثبتنا كل العوامل المؤثره في التدريب وغيرنا عامل واحد اللي هو الجنس، ماشي، واديناهم نفس البرنامج التدريبي، اكيد مش هيتناسب البرنامج التدريبي بتاع الرجال مع السيدات، لان احنا طبعا عارفين ان هو مختلفين في التكوين. احنا ممكن نقسم بقى المراحل العمريه دي 4 مراحل. مثلا هنقول اول مرحله اللي هي من 6 ل 10 سنوات. في المرحله دي طبعا انا مش هينفع اجيب برنامج تدريبي لطفل حتى مبتدئ او اطبق اللي نفسي اطبقه مثلا لطفل عنده 12 سنه ولا 14 سنه على طفل عنده 6 سنوات، يعني ما ينفعش. فانا الاطفال اللي هي مثلا من 6 ل 10 سنوات انا بس كل اللي بعملهم في التدريب ان انا اخليهم يحبوا اللعب ويحبوا التمرين واديله بعض المهارات الاساسيه. احنا في القوس والسهم طبعا احنا بنعلم المهارات الاساسيه من اول يوم، لان القوس والسهم بيعتمد على المهارات الاساسيه اصلا اللي هي الفنيه التكنيك يعني. بس طبعا الجرعه اللي انا بديها للطفل اللي من 6 ل 8 سنوات ما تختلف تماما عن الجرعه اللي هديها لاكبر من كده او لحد 16 سنه او 18 سنه، مختلف تماما يعني، فضلا عن ان نديها لحد بالغ اصلا. المرحله الثانيه هنكون مثلا من 11 سنه ل 13 سنه، ركز في المرحله دي على المهارات بشكل اكتر وبنوصله لاداء جيد اللي هو من فتره من 11 ل 12 سنه بنوصله لاداء جيد وبنركز على المهارات اكتر، وفي نفس الوقت بنمهد للمرحله اللي بعدها اللي احنا هنزيد الحمل. المرحلة الثالثة اللي هي من 14 ل 18 سنة اللي هي مرحلة المراهقة مثلا نقدر نسميها كده، دي أنا بزيد التدريب التخصصي شوية، يعني بخليني متخصص أكتر. لو جينا للقوس والسهم وليكن على سبيل المثال للحصر مثلا اللي هو مثلا بنخليه مثلا يعمل الانديورنس بتاع التحمل اللي هو سحب القوس اللي هو البودرو، تمارين الاستاتيك اللي هي بتاعت الاقواس لو هو بيرمي باقواس باوند عالي او كده، واللي هو 40 رطل او 38 رطل
ماشي. بنركز قوي على التكنيك في المرحله ديت. بزيد الحمل، بزيد الحمل بشكل ملحوظ، ان انا خلاص هو بقى عنده قدره على انه يستحمل التدريب، فبزيد الحمل اللي هو عدد الاسهم، عدد الجولات، عدد الراوندات، كل ده بزيده في الفتره ديت. واخر حاجه ممكن اعملها معاه اللي هو بقى ازيد الجرعات التنافسيه، يعني اخلي فيه نتائج على طول، سكورات، مباريات، الكلام ده كله في التدريب في الفتره اللي هي من 14 ل 18 سنه. اخر مرحله اللي هي مرحله البلوغ، ماشي. ده طبعا انا بزيد الحمل لاقصى درجه مع التقنين، طبعا هنتكلم في النقطه دي بعدين في موضع تاني. بنزيد الحمل لاقصى درجه لحد اوصل للمستويات العليا، او اللي هو ان التوب منافسه، او بمعنى اصح ان انا عايز اطلع اقصى قدره للاعب، فانا بزيد الاحمال لاقصى درجه طبعا بتدرج، وقلنا هنتكلم في الموضوع ده في فتره تانية. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.